المخلوق لماذا لا يستحق العبادة؟ لأنه ناقص ما له حمد. الله عز وجل هو الخالق والمخلوق مخلوق، أفمن يخلق ها كمن لا يخلق؟ فرق كبير. الله عز وجل خالق كل شيء ورب العالمين، والمخلوق مخلوق مربوب مملوك، كيف يساوى بين الخالق ذو الجلال والعظمة والكبرياء والجمال والحكمة البالغة الحي القيوم، له الأسماء الحسنى، له المثل الأعلى، كيف يساوى مع مخلوق فيعبد الخالق ويعبد المخلوق؟ هذا أعظم سفه وهو الشرك. قال جل وعلا أن المشركين يوم القيامة إذا دخلوا النار قالوا تالله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف سووهم برب العالمين؟ عبدوهم كما يعبد رب العالمين، هذا حتى ولو بعبادة واحدة. من عبد مخلوقا ولو بعبادة واحدة مرة واحدة ومات على ذلك مصرا عليها فقد ساوى بين الخالق والمخلوق. الله عز ما يساوي المخلوق بشيء ولا بأي حق من حقوقه ولا بأي صفة من صفاته. الله جل وعلا الأعلى. الأعلى من إيش؟ الأعلى من ماذا؟ من كل شيء. ليس ثم أحد أعلى من الله عز وجل، لا ملك لا نبي لا ولي لا شمس لا قمر، ليس ثم شيء أعلى من الله. الله جل وعلا هو العلي العظيم، وليس ثم شيء مساوي لله، وليس ثم شيء ندا لله أو نظيرا له أو شريكا له، كلا. بالله جل وعلا هو الواحد الأحد، الواحد الذي لا ثاني له، ما هو اثنين ولا ثلاثة، لا واحد. والأحد المنفرد بجميع صفات الكمال والجلال والعظم الكبرياء، يعني لو لم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا كفء له. فبدأ الله عز وجل هذه السورة العظيمة بقول إيش؟ الحمد لله. يعني معناها كل صفات الكمال والعظمة والكبرياء والجمال لله عز وجل، يعني يستحقه الله تبارك وتعالى. واضح؟ أنا مو قاعد أقرأ، حق لابس نظارة تعب نفسي على الفاضي. طيب.